شاء الله كأس العالم في الشيب ديما مغرب يهدى بابا كنال مبروك على المغاربة كاملين وعايشين ملك والله ينصر سيدنا مبروك علينا وصلنا النصف النهائي إن شاء الله وعنجيبوا الكأس عنجيبوا الكأس عنجيبوا الكأس Thank you.
العظيم، شكرا سي عبد القادر سبيطي، شكرا لرش أنخو. أخيرا وليس آخرا، المنتخب الوطني المغربي يفوز على المنتخب البرتغالي في ربع النهائي لكأس العالم قطر. من كان يظن أن فوز المغاربة سوف يبكي رونالدو كريستيانو أحسن لاعب في العالم، سوف يغادر ودموعه منهمرة في ملعب التمامة. هذا هو فريق المنتخب الوطني المغربي، هذا هو وليد الرقلاقي، هذو هم اللاعبين الذين يتقاتلون بالنية وبرضك الوالدين. كما قال السي الرقلاقي، ديروا الخير، فنأمل من الحكومة المغربية أنها تدير معنا النية وتدير الخير الشعب المغربي. إذا هذه نهضة على المستوى الرياضي، على المستوى الكروي خاصة، يجب أن نلتفت إلى الشعب المغربي حتى يكون هناك نهضة على المستوى الاقتصادي، يجب تخفيض أسعار، يجب تكون نهضة على مستوى الصحة وعلى مستوى التعليم. إذا فرحة كبيرة، فرحة عارمة للشعب المغربي. كيف تشوف هذا التعبير على الفرح والاجواء اللي كتعيشها صحه التحي وساكنه مدينه العرائش، يعني الاحتفال بهذا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي؟ ساحه التحرير تغرد بالشوق بهذا الفوز، بهذه الفرحه العارمه، انه تعبير اكثر من رائع. هنا بساحه التحرير، ساحه اسبانيا التي تغلبت على اسبانيا وتغلبت على البرتغال، تذكرنا بمعركه الزلاقه ومعركه واد مخازن. اذا التحرير على ايدي الشعب، على ايدي اللاعبين، لاعبي منتخب الوطني المغربي. جاء تحريرنا من البرتغيز كما جاء تحريرنا من الاسبان، ونحن الان في المربع الذهبي. شنو الرساله اللي كتوجهها للمنتخب المغربي من ساكنه العرائش؟ يعني انت واحد من ساكنه العرائش، اللي كتوجهها للمدرب واللاعبين يعني المنتخب المغربي؟ الى وليد الرقراقي، نستمع الى خطاباتك باستمرار. فعلا النيه والخير ورضا الوالدين واقفين معك، وكذلك الشعب المغربي كافه هو يظن ظن الخير في الاطار الوطني المحض. سي وليد الرقراقي، هارد لاك للفرق. والكاتبة وليد الرقراقي، اش كاتبة وليد الرقراقي؟ طبعا لاحظنا اليوم بشكل او باخر وجود يعني اللاعب مناحي اللي هو تركيبة بشرية خاصة من تكوين مغربي محض من أكاديمية محمد السادس، كذلك يوسف النصيري اللي هو أيضا من كتيبة تكوين مغربي من أكاديمية محمد السادس، كذلك جواد ياميق، أشرف داري، يحيى جبران، وعطية الله. إذا لدينا منتخب وطني بامتياز، تكوين داخل أرض الوطن، وأيضا استعانة باللاعبين الكبار الذين هم منتدبين من فرق أوروبية كبيرة أمثال زياش وبوفال والصابر وما إلى ذلك. إذا ألف تحية لكتيبة وليد الرقراقي في المربع الذهبي، وإن شاء الله النهاية سوف تكون بين كرواتيا والمغرب، والمغرب سوف يفوز بكأس العالم إن شاء الله. صراحة زيد سعيد بالفوز هذا، خصوصا وصلنا للمربع الذهبي والنصف النهائي. صراحة ما كانت متوقعة أنه المنتخب المغربي يوصل لهذه المرحلة هذه، فكما كتشوف أنا ساكنة مدينة العرائش سعيدة جدا بهذا الفوز وبهذا الوصول هذا للمربع النهائي. كنتمنى من الله تعالى لما لا بكتيبة وليد الرقراقي وكذلك جميع اللاعبين ان شاء الله نوصلوا النهاية ونديو كأس العالم ان شاء الله باذن الله تعالى. قالوا لك الاخوان انت شبيه عندك الصلعات، انت من الاصلعين بحال وليد الرقراقي وبحال كتشبه المرابط وداك الشيء، يعني شبيه المرابط. علاش انت خا ولا شنو؟ العائله، العائله ديالك؟ لا تقريبا شنو يعني العائله اللي كتوجه مع يعني الكاتبه ديال المنتخب المغربي كامل؟ صراحة كما قال الأخ رضوان وكيقول دائما الإطار الوطني وليد الرقراقي، حنا نديروا النية ورضا الوالدين والشعب المغربي دائما مع الفريق المنتخب ديالو. كنتمنى من الله تعالى الحظ الموفق للمنتخب الوطني وإن شاء الله الوصول والبلوغ إلى النهائي إن شاء الله بإذن الله تعالى. ف نحن معهم وإن شاء الله مدينة العرائش عاشت أجواء خيالية ديال الفرحة بكل أعوان التعبير، يعني بالأهازيج بالهتافات نساء بالزغاريد بالصياح بالأغاني، يعني واش كتشوف هذا التعبير على الفرح ديال العرائش؟ واش كافي أو أن خصنا نجيو نعبروا أكثر؟ نعم، باقي ما كنختزلوا الفرحة الكبيرة اللي ديال 2020 بداية كأس العالم وسكنة مدينة العرائش وجل المدن ديال المملكة المغربية كتعيش فرحة كبيرة، فهذه جل من الساكنة فرحانة ونشطانة. أنت كتشوف وليدات العرائش كاملين تكتفوا مع بعضياتهم كيعيشوا هذه الفرحة الجماعية كامل، أسر عائلات. نعم، أطفال كبار يعني عائلات أسر كلهم كيعيشوا هاد الفرحة مع بعضياتهم في القهاوي وفي الساحات. نعم، وفي هذا
يعني كيفاش كتكون هاد الاجواء فرحه وكيفاش العريش يمكن توحدوا بعضياتهم على بزاف الحاجات رياضيه واجتماعيه وكل ثقافيه كامل باش يعيشوا حاليا حنايا في الرياضه كتجمعنا الرياضه كلشي فرحان كلشي كيما شعب واحد رايه وحده فكما كتشوف كلشي مع بعضياته كلشي فرحان كلشي نساء الرجال والاطفال الصغار يعني كلشي فرحان حتى في معنا السي حتى في معنا بغى يعبر على الراي ديالو باش تعرف على ان كرسي السي المريني شويه ديال الضوء عافاك شويه ديال الضوء الشعب الوطني بن بلاء حسن في المباراه ديالو كان وعمر المنشاه ديالنا واللعابه وياسين بونو كادر اكثر من الطاقه ديالو احسن حارس في العالم هو احسن حارس لا وشنو كتقول انت للمسؤولين باش يعطيكم الملاعب والفراعات الرياضي باش تاتوا تعملوا الرياضه وتاتوا تكونوا اطفال انتوا باقي اطفال واش كتلقاو يعني باش تلعبوا الرياضه وهذا يعني عندكم ولا خصكم تعار خصك نعم هي جميع الناس باش لعبوا حتى اطفال اليوم تبارك الله تعالى تعالى عيش مبروك علينا التأهل كما فرحنا ديك لاصلاه الله بوكا الله يفرحو وحنايا دابا فرحانين علي علي بارديدو اليوم كان بارديدو واعر احتفونا وبونو حمرنا الوجه ديالنا بلاش ماركا الكل الاول ما وقفوش من الفرح لحد الان شوف لما انت لما كتجري هذا الفوز هذا ديال المنتخب المغربي لما كتجري هذا الفوز هذا سيدنا ملك رائع لما كتجري هذا الفوز هذا الوالده شكون اخر اللي عندك عزيز تهدي له الوالي واخا اذا الاسره كامله هذول المغرب كله الشباب زكريا كله كان على جميع الدول العربيه وهذا عرس هذا شنا المساكين كيشطحوا بحال عندنا شي عرس ودينا شي زغريته دينا شي زغريته تبارك الله عليك انا جاي نوجه واحد الميساج للجمعيه الملكيه لك بحال المنتخب المغربي ونهنئ جميع الدول العربيه بالفوز والكاس ديالنا نوجهوا هذا الميساج اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حنا فرحانين بزاف بهذا الفوز اللي حققوا المنتخب المغربي كيف ما قال السي والد الكراكي حنا عاملين نيه الكره ضربت دوزيام بوطو مع اسبانيا والان بوطو انا كنوجه واحد الميساج اللي هو مهم الجمعيه الملكيه عملوا لنا ملاعب ديروا حمله كاين دراري هنايا في العريش عندهم ما يعطيو عندهم ولكن ما بيديهمش خاصنا هنايا الدراري نطلعوا الدراري ولاد الشعب نطلعوا حنايا كيف ما كتعمل اسبانيا البرتغال كاين الشباب عندهم في رجلهم ولكن ما لاقينش امكانيات ما لاقينش الدعم هذا الميساج كنوصلو انا وكنتمنى يكون هذا الميساج هذا واصل لكاع لا والرساله اللي كتوجه للمنتخب في المقابلات الماجين المنتخب صراحه الدراري قدموا ان بون ماتش من البدايه حتى النهايه وحنا فرحانين بكم وديما اسود اطلس وديما ماروك وبيبا مغرب تحياتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله اليوم نهار كبير نهار كبير هذا المنتخب الوطني ربحنا البرتغال وحنا ربحنا ربع وغنصلوا نصف النهاية وغنلعبوا مع فرنسا وكنهدي هذا الرباح الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإلى ولي العهد والأسرة العلوية وكنشكر الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكنشكر الناس ديال العراج والشعب المغربي وحنا موحدين طنجة الكويرة بقيادة جلالة الملك محمد وحنا إن شاء الله الساعة الدين غنلعبوا مع فرنسا ولا من الإنجليز وغنديو كأس العالم كما تسمى في 89 غادي ندوزو إن شاء الله بعيون عيني الساقية الحمراء ليا والواد وادي يا سيدي والواد وادي والواد وادي يا سيدي والواد وادي إذا المدينة تعالى تعيشوا أفراح لا توصف بالسلامة الله إذا المغاربة موحدين كامل مع المنتخب من طنجة الكويرة كلنا أحرار حنان مغاربة كلنا رجال حنان السلام عليكم السلام عليكم شكرا لأسود فرحونا وتخلوا علينا
فرحوا تحبوا وشكرا لكم. انا تنقل المغرب شكرا بزاف حيت فرحوني ومبروك المغرب وديما المغرب. يلا طيبه خليها. اذا كنشوفوا التلاميذ ديال المغاربه تاهما فرحانين بهذا الفوز هذا وتاهما كيعبروا يعني على الفرح ديالهم. فرحانين بالمغرب بزاف وفخوره بالمغرب. ديما فرحونا بزاف وديما المغرب. ديما المغرب. المغرب فرحانين وتاهما فرحانين. مزيان تبارك الله ديما المغرب. تحيه الركراكي راس لابوكا كاس المغرب كاس العالم ان شاء الله يكون مغربي. وديما المغرب كنتمنى نديو كاس العالم مع فرنسا وان شاء الله تنصر فرنسا. مربوحه. تكون مربوحه ان شاء الله. تحرير فرحانين معكم بزاف وهذا الفوز ما شاء الله. وهذه الفرحه ديالي كبيره تبارك الله على اول حاجه كنبغي نشكر صابوك والد البلد على كل شيء ديالهم واللاعبين على القتاليه ديالهم. شكرا ان شاء الله نديو كاس. Come on.